طابت اوقاتكم مشاهدي قناه موريتانيا، اهلا بكم الى هذه النشره التي نستهلها بالعناوين. رئيس الجمهوريه يغادر نواكشو متوجها الى جنوب افريقيا للمشاركه في قمه منتدى التعاون الصيني الافريقي المقرر انعقادها غدا في العاصمه جوهانسبورغ. الجمعية الوطنية تناقش ميزانيات عدد من القطاعات الحكومية وتشكل فريقا برلمانيا للتنوع والترقية النسوية دعما لقضايا المرأة وتحصيل وجوشها لصنع القرار. الرئيس الروسي يشن في خطاب عن حالة الأمة هجوما على تركيا، مؤكدا أن قيامها بإسقاط المقاتلة الروسية عملية غدر لن تنساها موسكو أبدا. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة التي تصحبني فيها بلغة الإشارة زميلتي أسماء منت عثمان. غادر رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز نواكشوط فجر اليوم متوجها إلى جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي التي ستلتئم هناك في الرابع من الشهر الجاري. وودع رئيس الجمهورية من طرف الوزير الأول السيد يحيى الحدامين عدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد هام منضم على الخصوص السادة حمادي والميمو وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الدكتورة كومبابا وزيرة الشباب والرياضة، أحمد الباهي مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد الحناني سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في بروتوريا، محمد اسحاق سعد سيد الامين مستشارا برئاسه الجمهوريه سيدنا السخنه مكلفا بمهام برئاسه الجمهوريه، محمد سالم المرزوق مستشارا برئاسه الجمهوريه، والحسن والاحمد المدير العام لتشريفات الدوله. من النشاط البرلماني، عقد مؤتمر الرؤساء بالجمعيه الوطنيه صباح امس اجتماعا برئاسه النائب محمد والبويليل رئيس الجمعيه، ذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد أمين والشيخ. كما اجتمعت لجنة المالية بالجمعية لمناقشة مشاريع ميزانيات بعض القطاعات الحكومية. تفاصيل هذه النشاطات في سياق هذا التقرير. نشاطة الجمعية الوطنية استهلت بعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الذي التأم تحت رئاسة السيد محمد البليل رئيس الجمعية وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وتم خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مكتب الجمعية استعراض مشاريع القوانين المحالة إلى الجمعية من أجل برمجة بعضها وتقديمه إلى المناقشة في الجلسات العلنية بعد برمجة تواريخه. ومن نشاطة الجمعية كذلك اجتماع اللجنة المالية بالجمعية، أول هذه الاجتماعات انعقد تحت رئاسة النائب زين اللحم الهادي رئيس اللجنة، وناقش هذا الاجتماع مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد سيدي السالم مشروع ميزانيته أمام النواب شارحا أهم بنودها. وقد بلغ الغلاف المالي لميزانيتها القطاع 8,808,000,000 و930,191 أوقية مقسمة بين ميزانية التسيير القطاعي وميزانية استثماره. وفي اجتماع آخر عقدته اللجنة تحت رئاسة النائب زين الأحمد الهادي رئيس اللجنة، ناقشت اللجنة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني. وقد شرح وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جا مختار ملل لأعضاء اللجنة بنود وتفاصيل صرف ميزانية قطاعه والتي بلغت في مجملها 4,482,090,326 أوقية وزعت بين ميزانية الاستثمار وميزانية تسيير القطاع. نبقى في الشأن البرلماني، حيث أعلن أمس في الجمعية الوطنية عن تأسيس فريق برلماني لدعم قضايا المرأة وتعزيز جهود الحكومة المبذولة من أجل تحسين ولوجها لصنع القرار. حضر حفل انطلاقة المجموعة البرلمانية نائب رئيس الجمعية الوطنية السيد يحيى السيد مصطفى والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود والسيد يحيى وعدد من نواب الجمعية.
تأسيس الفريق البرلماني الجديد يأتي دعما ومناصرة للجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة الموريتانية. الفريق الذي أطلق عليه فريق التنوع والترقية النسوية يسعى مؤسسوه إلى تقديم الدعم والسند للجهد الحكومي للمحافظة على المكتسبات والحصول على مزيد من الحقوق. النائب يحيى ورسيد مصطفى نائب رئيس الجمعية قال إن الفريق البرلماني الجديد يحظى بالتوفيق ويعول عليه كثيرا لإعطاء الدفع لوصول المرأة إلى ما تصبو إليه. لا شك أنكم موفقون في إنشاء هذا الفريق الذي يتبنى قضية من الأهمية بمكان، حيث ما زالت المرأة الموريتانية تواجه الكثير من العقبات رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت لصالحها والإرادة السياسية المعلنة لدى السلطات الوطنية لإشراكها في الشأن العام. رئيسة الفريق البرلماني أكدت أن تأسيس المجموعة البرلمانية يأتي تعزيزا لجهود كبرى مشهودة بذلت. يأتي تأسيس هذه المجموعة البرلمانية في إطار دعم الجهود المبذولة من أجل تحسين أوضاع النساء الموريتانيات ودمجهن بشكل أفضل في الحياة الاجتماعية والسياسية وتعزيز حضورهن في مراكز صنع القرار. ومن نافلة الإشارة إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة قيادة وحكومة من أجل تحسين أوضاع النساء الموريتانيات. تأسيس فريق برلماني لمناصرة حقوق المرأة وتعزيز حضورها في صنع القرار يأتي من أجل مزيد من المكتسبات والصيانة أخرى تحققت على أرض الواقع. تفقدت وزيرة الزراعة وهرة أمس عددا من المصالح التابعة لقطاعها، شملت الزيارات بعض المديريات والمشاريع التابعة للقطاع، حيث تعرفت السيدة الوزيرة على مختلف المشاكل المطروحة لهذه المصالح وأسدت التعليمات لتقديم الخدمات والتعامل مع ملفات المواطنين بالانسيابية المطلوبة. لالا فاطمة أمت البشير. تنمية علاقة الإنسان بالأرض مهمة لطالما عملت وزارة الزراعة على تحقيقها، فأدركت مبكرا الحاجة للاهتمام بكادرها البشري كأساس لتحقيق هذا المراد. وفي هذا السياق تحديداً تنطوي الزيارة الأخيرة لوزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب والمماما لعدد من الإدارات بقطاعها لمعرفة أهم مشاكله والتعرف على ما يعيق انسيابية العمل به. الزيارة كانت أرضية لبدء حوار مفتوح بين الوزيرة والعمال، فكانت المحطة الأولى لها مديرية الزراعة، حيث اغتنم المسؤولون هناك الفرصة لتقديم مقترحاتهم لدعم العمل والاستماع لملاحظات الوزيرة حوله. مصلحة الإنتاج النباتي كانت المحطة الثانية، حيث أعطت الوزيرة توصياتها من أجل دمج أصناف جديدة بالمنظومة الزراعية وفق المعطيات والإمكانات المتاحة، كما استمعت لشروح من المعنيين. كما قامت الوزيرة على التوالي بزيارة أقسام شعبة الإنتاج والتشريع والرقابة، إضافة لقسم التنوع الزراعي بالمديرية، ليكون مشروع دعم تكيف السكان الأكثر هشاشة ونشر التقنيات الحديثة في المنطقة الرطبة لبحيرة ألاق المحطة الموالية لزيارتها، حيث حصلت سيادتها على شرح مفصل لوضعية المشروع والمؤشرات الكفيلة بتحقيق أهدافه وإمكانية توسيع قائمة المستفيدين منه. وبالمخبر المركزي لحماية النباتات أكدت الوزيرة أهمية أن تكون الوزارة حاضرة في عملية مراقبة وضبط القطاع الزراعي، كما أوصت بدعم المختبر حتى يصبح أكثر فعالية. وفي نفس الإطار دائما زارت الوزيرة قسم المعلومات والرصد الزراعي واستمعت لمطالب الموظفين هناك من أجل زيادة الإنتاجية. وفي ختام زيارتها للمديرية التقت برؤساء الأقسام والمصالح وأعطت للجميع توجيهات بضرورة العمل على إنهاء المعاملات والملفات في أقرب وقت، لا سيما تلك المتعلقة بالمواطنين، كما شددت على ضرورة التقيد بضوابط العمل بالوزارة، معلنة استعداد وزارتها لتقديم التشجيعات الملائمة لكل من يبذل جهداً أكثر من غيره. وبعيد الاجتماع قامت الوزيرة بجولة ميدانية أيضاً بمباني الوزارة لكل من مديرية الشؤون الإدارية والمالية ومكاتب ديوان الوزير، حيث أعطت عدة ملاحظات حول الجوانب التنظيمية للعمل وتساءلت عن حجم التجهيزات هناك، وطالبت الجميع بالتحلي بالمسلكيات التي تحفظ للمرفق الحيوي هيبته واحترامه لدى الجميع. أولاً نختار نأكد على عنا احنا وجدنا الخدمة المواطن، إدارة موجودة لخدمة المواطن، معناها عنا يلا نعودوا دائما تحت تصرف المواطنين لاستقبالهم
ومعالجة ملفاتهم في الوقت المناسب وإعطائهم الردود في الوقت المناسب. ثم مجال آخر وأساسي عنا نقولوه هون على مستوى إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وهي قضية ترشيد الوسائل العامة للدولة اللي موضوعها تحت تصرف القطاع. الترشيد فيها معناها شنو؟ معناها نشرو لا شي حاجة له نعملوه، ولا نشارين شي باش نطرحوه، شي عندنا من الوسائل نحافظوا عليه ونصينه. الوزيرة أثارت أيضا مسألة العوائق المؤسسية المطروحة أمام الجميع، واستمعت لاقتراحاتهم حيال ما أبدته من ملاحظات، معلنة تقبلها لجميع النقاط والتوصيات ووضعها في الحسبان من أجل دعم هذا القطاع والعمل على ترقيته. عقدت وزيرة الشباب والرياضة مساء أمس في مبنى الاتحادية الوطنية لكرة القدم مؤتمرا صحفيا حول ملابسات ما جرى خلال مباراة كأس السوبر التي نظمت في العاصمة الاقتصادية نواديبو ضمن الأنشطة الرياضية المخلدة لذكرى 55 عيد الاستقلال الوطني. أوضحت وزيرة الشباب والرياضة أن المباراة جرت في ظروف جيدة وسط حضور جماهيري لافت، وتم اختصارها وفق رغبة الفريقين المتنافسين حتى يتسنى لهما إنهاء المباراة قبل حلول الظلام، مشيرة في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة الموريتانية حرص على حضور اللقاء والبقاء حتى نهاية المباراة لتسليم الفريق الفائز كأس هذه المباراة الشرفية. فيما أكد رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أن الاتحادية تتحمل كامل المسؤولية فيما جرى خلال اللقاء، خاصة ما يتعلق بقرار اختصار وقت المباراة، موضحا في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية لم يكن على علم بما جرى هذا. وسنعود إلى هذا المؤتمر بتفاصيل أكثر خلال نشراتنا القادمة بحول الله. ننتقل إلى مدينة نواديبو، حيث احتضن مركز المعرفة انطلاق الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للطفولة للعام 2015 بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. تضمنت هذه التظاهرة عدة أنشطة من بينها زيارات ميدانية وتقديم مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة. ضمن فعاليات تخريج العيد الدولي للطفل الذي تحتضنه العاصمة الاقتصادية نواديبو، يأتي تنظيم حفل انطلاق الأنشطة المخلدة لهذه التظاهرة الدولية، حيث يعود تاريخ الاحتفاء بها من طرف المنظومة الدولية إلى سنة 1986. مناسبة شكلت فرصة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة فاطمة حبيب لاستعراض الجهود المقام بها من أجل حماية وترقية النشء الذي يعتبر إعداده ورعايته ركيزة من ركائز التنمية في البلاد ورافعة لا يمكن الاستغناء عنها لبناء مجتمع منسجم. لقد صادقت بلادنا الاجتماعية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وقد حرصت الحكومة على تطبيق الشرع مضامينها، واتخذت في سبيل ذلك تدابير جمة وقطعت أشواط طويلة تجسدت من بين أمور أخرى في إعداد استراتيجية وطنية لحماية الأطفال، وفي إنشاء وتكوين 13 طاولة جوية و30 نظاما بلديا لحماية الأطفال. من جانبه ممثل منظمة المتحدة للأمة والطفولة اليونيسيف في بلادنا السيد سليمان غايتي أبرز النتائج الإيجابية التي تحققت للأطفال في بلادنا، مشيدا بدور السلطات الموريتانية في مجال تعزيز منظومة حقوق الأطفال وحمايتهم وتعليمهم، وهو ما مكن من رفع كافة التحديات المتعلقة بهذه الجوانب الهامة. بدوره عمدة بلدية نواديبو السيد محمد المعطلة رحب باحتضان المدينة لهذه التظاهرة، مستعرضا دور البلدية في الرعاية والاهتمام بالأطفال في مرحلة ما قبل التعليم القاعدي. وبعد ذلك قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة رفقة السلطات الإدارية ومثل اليونيسيف ببلادنا بزيارة تفقد واطلاع لعدد من المنشآت والمراكز التأهيلية بالمدينة، وشملت الزيارة مركز حماية الطفولة الصغرى بحي الغيلان، ومركز الحماية والدمج الاجتماعي بالحنفية الخامسة، ومركز المعوقين بحي صالة. وتعرف الوفد الزائر خلال مختلف هذه المحطات على طبيعة العمل الذي تسهم به كل من هذه المرافق، إن على مستوى رياض الأطفال أو توفير الرعاية الاجتماعية لفاقدي السند العائلي أو مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم خلال هذه الزيارة تقديم مبالغ نقدية ومعدات لصالح الأطفال المعوقين وأسرهم دعما لهذه الشريحة التي تحظى برعاية من قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط حفلا بمناسبة الذكرى 44 لاستقلال دولة الإمارات العربية الشقيقة. جرى الحفل بحضور السيدة خديجة منتن بارك فال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، إضافة إلى مدعوين من الطيف السياسي والفكري وأعضاء السلك الدبلوماسي بموريتانيا. قد تميز الحفل بكلمة للسفير الإماراتي بن واكشوط سعادة السيد عيسى عبد الله سعيد الكلباني، أشاد خلالها بمستوى التعاون بين موريتانيا ودولة الإمارات. قام مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد والعبد المالك صباح اليوم بزيارة تفقد واطلاع لمختلف الإدارات التابعة لقطاعه. شملت الزيارات مكاتب المفوض المساعد والمستشارين والإدارات الإدارية والمالية ومختلف مكاتب إدارتي حقوق الإنسان والعمل الإنساني. ومكنت هذه الزيارة المفوض من الاطلاع على الوضعية التي يؤدي بها أطر وعمال المفوضية مهامهم مستفسرا في كل محطة عن النواقص التي تعترضهم بغية البحث لها عن حلول مناسبة. دوليا، شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في خطاب عن حالة الأمة هجوما شديدا على تركيا، مؤكدا أن قيامها بإسقاط المقاتلة الروسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر الماضي عملية غدر لن تنساها موسكو أبدا. وكانت روسيا قد فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية ضد تركيا استهدفت خصوصا قطاع الزراعة والأشغال العامة والطاقة والسياحة ردا على إسقاط مقاتلتها في الأراضي السورية. شنت بريطانيا أولى ضرباتها الجوية في سوريا صباح اليوم وفق ما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية بعد ساعات من تصويت المجلس العمومي البريطاني لصالح توجيه ضربات لتنظيم الدولة الإسلامية هناك. وقد رحبت الولايات المتحدة التي تقود تحالفا دوليا ضد التنظيم بقرار النواب البريطانيين توسيع الغارات لتشمل سوريا. أخيرا، أعلنت شرطة كاليفورنيا عن مقتل مشتبه بهما في عملية إطلاق نار راح ضحيتها 14 شخصا. ولم تستبعد الشرطة الفيدرالية إمكانية أن يكون الأمر متعلقا بعمل إرهابي. وقد استهدف المهاجمون حفل نهاية السنة لموظفين في سان باندرويو بكاليفورنيا في أسوأ مذبحة تشهدها الولايات المتحدة منذ 3 سنوات. ختام نشرتنا، لم يبقى إلا التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يغادر نواكشوط متوجها إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي المقرر انعقادها غدا بالعاصمة جوهانسبرغ. الجمعية الوطنية تناقش ميزانيات عدد من القطاعات الحكومية وتشكل فريقا برلمانيا للنوع والترقية النسوية دعما لقضايا المرأة وتحسين ولوجها لصنع القرار. الرئيس الروسي يشن في خطاب عن حالة الأمة هجوما على تركيا مؤكدا أن قيامها بإسقاط المقاتلة الروسية عملية غدر لن تنساها موسكو أبدا حسب وصفه. ألقاكم في مواعيد أخرى في أمان الله.